هذا يسأل المعتكف في المسجد الحرام هل يجوز أنه ينتقل من مكان لمكان من؟ نعم لا بأس، لا بأس، لأن كله داخل المسجد، يجوز أنك تنتقل من مكان في غرب الحرم مثلا إلى مكان في شمال المسجد الحرام أو شرقه أو في أي مكان يناسب لك، كله مكان واحد والحمد لله.